السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. باحثون يناقشون في ندوة بنواكشوط إسناد وظيفة القضاء للمرأة في موريتانيا من وجهة نظر الشرع والقانون. موريتانيا تخلد ذكرى اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، ووزارة التشغيل والتكوين المهني تطلق مسابقة للتطبيقات النقالة. دورة تكوين بنواكشوط حول الأمان والسلامة البيولوجية لصالح منسق شبكات مختبرات الصحة العمومية على المستوى الجهوي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظم مركز ابن خلدون للثقافة والحوار والإعلام والتنمية ندوة بنواكشوط حول موضوع تولي المرأة لوظيفة القضاء في موريتانيا، وبحثت الندوة محاور مختلفة من بينها موقف الشرع من تولي المرأة القضاء وموقف القانون الموريتاني من ذلك. وأشاد رئيس المركز الدكتور محمد محمود ولسيد أحمد بمكانة المرأة في المجتمع الموريتاني ودورها في تحقيق البعد التنموي. إن اختيارنا لهذا الموضوع نابع بالأساس من إيماننا الراسخ بمكانة المرأة الموريتانية في المجتمع ودورها في تحقيق البعد التنموي وما لعبته من أدوار بارزة في مسيرة تطور المجتمع الموريتاني، متصدرة مواقع القرار المختلفة وصولا إلى ممارسة العمل القضائي، هادفين من وراء ذلك إلى مناقشة التحديات التي تواجهها في مجال التقاضي ما حققته من إنجازات وما اكتسبته من تجارب في ميدان الممارسة، فضلا عن تبادل النقاش حول تجربتها في مجال التقاضي وإثارة جملة من الإشكاليات المرتبطة أساسا بأحقيتها في تولي هذا المنصب وأوجه الخلاف بهذا الصدد. خلدت موريتانيا ذكرى اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات تحت شعار ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل إحداث تأثير اجتماعي. وقدم الأمير العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال أبرز الإنجازات التي قال إن موريتانيا حققتها في مجال الاتصال ومجتمع المعلومات. هذا التطبيق اسمه زينك بيدك، هذا التطبيق يحث على استعمال المواد الطبيعية بدلا من المواد الكيميائية اللي هي مضرة بالصحة تماما، اللي أكثرها كمية كبيرة منها تحتوي على نسبة من الكورتيكويد اللي هما ضارين بالصحة وعندهم أعراض جانبية يظهروا ألون تر. دونك تطبيقنا فيه له يعود نصائح وفيه دي تريتمون، فيه علاجات له يعود حسب طبيعه البشره، الوجه، الراس، الجسم، وله تعود فيه مالي استشاره طبيه من خبير التجميل، له تعود عن بعد تقدي تمشي مشكلتك وتقدي وله تجاوبي عليها. نظم المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دورة تكوين بنواكشوط حول الأمان والسلامة البيولوجية لصالح منسق شبكات مختبرات الصحة العمومية على المستوى الجهوي. ويركز التكوين على بعض المواضيع من بينها الجوانب القانونية للأمان والسلامة البيولوجية والتحكم في أسباب التلوث داخل المختبرات الطبية والكيميائية. وقد حرص قطاع الصحة على إعادة تنشيط شبكة مختبرات الصحة العمومية على عموم التراب الوطني في إطار مقاربة الرقابة الوبائية والكشف السريع والاستجابة مع ضمان الأمان والسلامة البيولوجية ضمن السعي لتطبيق لوائح التشريعات الصحية الدولية. أيها السادة، أيتها السيدات، تعتبر مواضع التكوين خلال هذه الورشة بالغة الأهمية بالنسبة لقطاعنا، حيث تعالج من بين أمور أخرى الجوانب القانونية للأمان والسلامة البيولوجية. المبادئ الرئيسية لتقييم المخاطر المهنية، الجودة والسلامة والأمن والبيئة، وطريقة اعتماد المختبرات المرجعية للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية، التحكم في أسباب التلوث داخل المختبرات الطبية والكيميائية، مزايا الحد من المخاطر والمحافظة الآمنة على مخرجات مختبراتنا الصحية.
اختتمت في العاصمة نواكشوط أيام للتبادل والتكامل الثقافي بمشاركة ممثلين عن حوالي 10 دول يعرضون نماذج من ثقافاتهم المختلفة. وشاركت في الملتقى عدد من الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني من موريتانيا وخارجها. يواصل العديد من المواطنين الموريتانيين رحلة التنقيب عن ذهب شمال البلاد بعد أسابيع من ترخيص السلطات الموريتانية لهم. وتختلف قصص الباحثين عن الذهب في منطقة كازياز، لكن عدم التوكل من التعاطي الدقيق مع أجهزة التنقيب يكاد يكون عاملا مشتركا لدى العديد منهم. نتابع. حالما سرت الشائعات حول وجود الذهب في منطقة تازيازت مطلع شهر إبريل من العام الجاري، هرع المواطنون إلى اقتناء أجهزة الكشف عن المعادن، أجهزة لم يكونوا يعرفون عن استخدامها شيئا، بل إنها لم تكن متوفرة في الأسواق المحلية التي سرعان ما ظهرت فيها بشكل متزامن، وكأن ملاكا أوحى لاستيرادها معلنا أن الذهب سيظهر على السطح في موريتانيا. ولم يكن للباحثين المغامرين عن ذهب السطح إلا الارتجال في التعامل مع تكنولوجيا ليست حتى من الثقافة المتداولة حول التطور التقني. هاي مكتوب عليها عنها أجهزة أمريكية، يغير فيها شكل مزور، وحقيقة موجود في الميدان. هذه الأجهزة أجهزة معقدة شوي، ولذلك دائما مثلا هذا الملف حسب اللي يسموه في الكتالوج، هذا الملف يتكون من شكلين عندنا، ملف مونو وملف دابل دي، بالانجليزيه مكتوب عليه دابل دي. هذه دابل دي تتعلق بالجهاز الخلفي اللي ما يعرف عن عند مونو علاقه بالملف الخلفي، دائما يدخل ورطه. هي اجهزه معقوله، في شيء اجود منها. ولم ينتهي الامر عند هذا الحد، بل ان الحالمين بالثروه رحلوا الى صحاري الشمال غير مسلحين بقواعد استخراج الذهب، الا انهم يحفرون حينما يصدر الجهاز جرس إنذاره. وبما أني عندي تجربة في التنقيب في الخارج، أعتقد أن الحاجة هنا أولا لابد تعود الدولة، مش المواطنين هون، لابد أن تمشي بعد قاع خبراء يخصوا المنطقة، لا عاد فيها شيء، تود أن عود الصوت خول المواطنين عليهم يجون تياها ينقبوا. هاي بعد قاع أولا يا الدولة تعدلوا، سمعت ما نتفز على المواطنين، تقبوا فوضى، تقبوا ممتلكاتها، تقولوا انتم ماشيين على عمية، هذا اصلا هذا في الخارج ما يعدل ابدا. اولا سلامتهم هم ما هي خارقه، ما شفت هنا اي طرق للسلامه. ما شفت هنا تياه الماء، لا شفت كهرباء، لا شفت اطباء. وتستمر صوله الذهب وجوله المنقبين في الازدياد والحاله هذه. وتتضارب التصريحات الرسميه وغير الرسميه حول حقيقه الموضوع برمته، فيما يرى البعض أن الشعب يبقى هو الضحية في كل الأحوال. رياضيا، بدأ منتخب المرابطون الأول معسكرا تدريبيا بإسبانيا تحضيرا لمباراته الإياب أمام المنتخب الكاميروني في 3 شهر يونيو المقبل بنواكشوط. وسيخوض منتخب المرابطون قبل مواجهة الكاميرون مباراة ودية مع المنتخب الغابوني في 28 من الشهر الجاري. نتابع. تشكيلة المنتخب الوطني المرابطون تحلق إلى مدينة برشلونة الإسبانية لخوض معسكر تدريبي لمدة 10 أيام كاملة، تحضيرا للقاء الكاميرون المرتقب يوم 3 في الشهر القادم في الملعب الأولمبي، والذي يدخل ضمن تصفيات بطولة الأمم الإفريقية. هذا المعسكر التدريبي الذي يضم توليفة من اللاعبين موزعة بين المحترفين والمحليين ستتخلله عدة مباريات ودية، وعلى رأسها لقاء منتخب الغابون يوم 28 من الشهر الجاري. هذا اللقاء أيضا يراد من ورائه الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للقاء المرتقب، بينما من المقرر أن يخوض منتخب الأسود غير المروضة لقاء وديا آخر أمام منتخب الديوك الفرنسية في نفس الأسبوع. لقاء الكاميرون المرتقب يعتبر هو الشغل الشاغل للجميع على خلفية فارق النقطة الواحدة الذي يفصل بين المنتخبين. منتخب المرابطون مدعوم بعاملي الأرض والجمهور، ومنتخب الكاميرون مدعوم أيضا بعاملي الخبرة وفارق الإمكانات. ولو أن لقاء الذهاب آنذاك ظهر المنتخب الوطني بأفضلية واضحة، بينما كان منتخب الأسود تائها وبلا عنوان،
مما يوحي أن لقاء العودة قد تكون نقاطه من نصيب المرابطون إن كانوا في يومهم. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أكدت محكمة الاحتلال العسكرية بعوفر أوامر الاعتقال الإدارية صادرة بحق 22 فلسطينيا تعتقلهم سلطات الاحتلال دون أن توجه لهم تهما محددة. وتتراوح مدة الحكم الصادرة بحق الأسرى الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال بين 3 و4 أشهر. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. ثبتت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق 22 أسيرا تعتقلهم سلطات الاحتلال بلا تهم محددة. وأشار محامي نادي الأسير محمود الحلبي إلى أن المحكمة ثبتت الأوامر الصادرة لمدة 6 شهور بحق كل من الأسرى أدهم دراغمة وعلي الرشايدة ومحمود بدر وبهاء النجار ومحمد سمارة وجودة مشعل وحلبي حلبي وأحمد صبح. كما ثبتت الأوامر الصادرة لمدة 3 شهور بحق كل من الأسرى جهاد حمران وأحمد قفي ومحمد كميل وعامر زعرورة ورسلان مسالمة وعلي جمل ومنصور أبو داود ومعتز المحتسب، فيما مددت أوامر الاعتقال الإداري الصادرة لمدة 4 شهور بحق كل من الأسرى نسيم صالح وليد الخطيب ومعتصم قواسمة وخالد سعد، وبحق الأسير عبد الرحمن مسالمة ل5 شهور والأسير هيثم شلبي ل2. من جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني الأحد إن الأوضاع الحياتية للأسيرات في سجن هاشارون تزداد تعقيدا وصعوبة بعد أن ارتفع عددهن ل42 أسيرة بينهن 16 فتاة قاصر، الأمر الذي تسبب لهن باكتظاظ كبير في القسم. ونقل أحد محامي نادي الأسير عن الأسيرات إثر زيارته لعدد منهن معاناتهن من مماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج، إضافة إلى تحديد مواعيد بعيدة لنقلهن للمستشفيات. كما واشتكت الأسيرات من عملية نقلهن عبر عربة البوسطة، لا سيما الأسيرات المريضات والتي تسببت البوسطة بمضاعفات أوجاعهن. وفي سياق متصل، طلبت الأسيرات بالتدخل من أجل الضغط على إدارة سجون الاحتلال بالسماح لهن بإدخال الكتب